تتبيله الفلفل والكمون. تتبيله الفلفل والكمون برضو هنحتاج فرخه، هنحتاج بصل رباع، 3 فلفلات رومي مقطعينهم قطع كبيره عشان كله هيتضرب في الكبه، 1 فلفل احمر حامي ممكن ما نحطوش، انا مش هحطه لان التتبيلات دي ممكن اي حد ياكلها يكون ما بياكلش حامي، فخلينا في الامان وبلاش حامي احسن، بس الناس اللي ضامنه ان هي اكلها فيه حامي بيعجبها خلاص تحط عادي. 5 فصوص من الثوم الصحيح وزيت نباتي ونص معلقه صغيره من الحبهان الباودر، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه كبيره من الكمون وملح وفلفل اسود، وطبعا عندنا معلقه كبيره من الكمون ليه؟ علشان هو نجم التتبيله، يعني التتبيله هي تتبيله فلفل وكمون، وطبعا تركيبه الفلفل والثوم والكمون عارفين ناحيه كده الكبده الاسكندراني بتدي طعم حلو قوي. هنحط الفلفل، هنحط البصل، هنحط الثوم، هنحط دي شطه ولا بابريكا؟ انا نسيت، بابريكا. بابريكا لا ما بحبش الشطه ولا بحب الحامي عموما. والكمون بقى ممكن اكل حاجه حاميه سنه صغيره قوي كده، بس يعني حاجه سبايسي قوي يعني لا، بحس انها بتفقدني متعه الاكل عشان ما ببقاش حاسه غير بان انا بتلسع مشطشطه بس مش حاسه بطعم حاجه. ادي الملح، ادي الفلفل، وادي رشه جوزة الطيب والزيت. ونضرب كل ده مع بعضه. يلا بينا. يلا. ما نخليش التتبيله ناعمه قوي ولا خشنه قوي، ممكن تبقى ناعمه قوي عادي بس ما تبقاش خشنه قوي، ان لما بتبقى خشنه قوي بتتلسوع على الفراخ وهي بتستوي. وادي كده التتبيله التالتة. هجيب الفرخه، البس الجوانتي بقى عشان ايه اظبط الكوكو واعمل لها المساج المحترم، وندخل التتبيله تحت الجلد ونظبطها خالص. يلا بينا. فرخه اهي، وهاخد التتبيله واضيفها كلها عليها، ونفس اللي عملناه مساج ظريف. كان في النهارده تاني لازم. لا برد، المشكله اني برد وهي مش راضيه تتعلم. بصوا بقى هندلعها على الاخر، هو عارف. بالظبط. نفتح كده الجلد وناخد بقى من التتبيله وندخل جوه ونزق كده، نملى الصدر بالتتبيله جنب الوراك، متسيبش بقى حاجه، عايزين الطعم يضرب في الفرخه دي في كل حته. جنب الورك التاني، بصوا كده اهو الحته دي شايفين اهي اللي تحت العظمه دي، تملوها تتبيله عشان دي اللي بتشبع الورك بالطعم. احنا توصينا خلاص بالصدر، حطينا التتبيله اهو فوقه،
لكن الورك برضو مش عايزين ننساه، ده حبيبنا. انتوا بقى بتحبوا الورك ولا الصدر؟ انا بحب الورك، كنت زمان ما اكلش غير الصدر، بعدين فجأة ما اعرفش ايه اللي حصل لي من ضمن، يعني عشان شخصيتي اتحولت جدا في الاونه الاخيره، من ضمن التحولات اللي حصلت لي ان انا فجأة بقيت باكل الورك بس، ما بحبش الصدر خالص بقى. وادي تتبيله الفلفل والبصل والكمون. تقدير فرخه طبعا، وهنحتاج بصله مبشوره، نص كوبايه من عصير الليمون، معلقه كبيره من العسل الابيض، نص كوبايه من الزبادي، زيت نباتي، معلقه كبيره من بهارات الفراخ، معلقتين صغيرين من الكاري، معلقتين صغيرين من البابريكا، رشه من جوزه الطيب، وملح وفلفل اسود. حطينا البصل هنا، وادي الزبادي، الزبادي لو نزل ميته خلوها معاكم عادي، ما ترموهاش في الحوض، فيش اي حاجه. عصير الليمون، العسل، البابريكا، الكاري، بهارات الفراخ، هناخد بقى الفلفل، الملح، جوزة الطيب، والزيت، ونقلب. تقليبة حلوة كده، يفضل طبعا بالمضرب السلك، بيخلي كل حاجة تمتزج أحسن بكتير. يلا وكده التتبيلة جاهزة. هعمل نفس اللي عملته، هاخد الفرخة غطسها في التتبيلة وهحشيها من تحت الجلد، وكل حاجة زي ما انتوا عارفين.